الرياكشن تبعي انه ما كنت متفاجئة ابدا، لانه ما عملت كتير منيح بالبرايم وبعرف هذا الشيء، وجربت قد ما في عوض بالإيفال بس ما زبط معي، بس اتس اوكي لانه كلنا بنغلط، مهم الواحد يتعلم من غلطه. بس اتفاجأت كتير لما طلعت مع انيس، لانه ابدا ما كنت متوقعة هو يطلع معي، وهو للصراحة ما بيستحق، لانه انسان بيشتغل على حاله كتير منيح وعمل كتير منيح بالبرايم وبالإيفال، بس يمكن هن متوقعين منه الاساتذة قصص اكتر يقدمها. اذا انا فلت من الاكاديمية بدي اقول له لانيس يشتغل على حاله كتير منيح، لانه هو بيقدر يوصل ومش ناقصه شيء. انه I believe so much in Anis's talent، لانه هو من الاشخاص اللي دغري يعني بيلقطوا كل شيء بسرعة، مثل رقص وكل شيء، يعني بيقدر هو يوصل لمكان بعيد، وانا متأكدة انه عنده مستقبل كتير كبير. اذا انيس طلع من الاكاديمية اكيد بزعل كتير من كل قلبي، لانه هو من اكتر الاشخاص القريبة منه، بس بالنهاية اكيد رح نرجع نشوف بعض وان شاء الله خير. لكل اللي حابب اني ابقى بالاكاديمية وكل جمعة اطلع بتابلو جديد، بغنية جديدة، برقصة جديدة، صوت العرق من 2.